الخضروات. شاكم بتسوقون من منطقة العرب، هذه أفضل أسواق مرة، كل شيء عنده. شوف أخذت لي ريوق أنا، جبن ما جبن، جام زين، كوفي، عصاير، لبن، هذا نفس لبن عيران زين رقم واحد. هذه أحسن أسواق في منطقة العرب، والله ما طلعت السمنة لكن هي مكتوب على الكيس. صورته بعد. طبعا اخذت لي من هذا مطعم مدبة مشهور، الصراحة ما قد جربته اول مرة، بس ما شاء الله القوزي شكله عود مالك. فقلت له شو الفرق بين القوزي وال شو يسمونه المندي، طلعت مندي ولا شي، قال ما شي، قال ان القوزي يعني دياي مفوح مسلوق ويحمرونه بالفرن مع التوابل. قلت له ليش ما شي مندي؟ قال المندي يخلص يعني وينشف، قال احسن وقت يعني تحصل المندي موجود فريش من الساعة 4:30 وفوق، الحين الساعة تقريبا حول 1 في الليل، فالحمد لله على كل حال. طبعا قيمته 300 بات، ومندي اللحم القوزي اللحم 450 بس، والله شوف العالم زحمة ما شاء الله، بنجربه ان شاء الله بنشوف كيف. أنا هذا المندي مالي، عفوا القوزي، ما شاء الله عليه فنان والله الصراحة شكله. هني أظن يسوق، نشوف، أيوة سوق، بصل، دغوس، يلا، زين.